وختامها مسك مع الثقافة والكتابة والقراءة وأكيد اتحاد الناشرين السوريين يلي مستمرين بأنشطتهم وفعالياتهم رغم كل الظروف ورغم كل التحديات وأكيد مشاركاتهم بالمعارض المحلية والعربية. لحتى نعرف أكثر مشاهدينا عن أنشطة الاتحاد شو هو الجديد يلي عم يقدموه، يسعدنا أنه يكون معنا لليوم الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذة المشاهدين صباح الخير. صباح الخير. صباح الثقافة والعلم والمحبة وصباح النشاط اللي هو بيجي بعد العيد إن شاء الله كل عام وأنت والمشاهدين كلها. وأنت بألف خير. وأنت بألف خير أستاذ هيثم، صباح الخير لحضرتك. بداية مرق معنا من شوي تقرير شفنا من ضمنه فعالية للاتحاد اللي كانت بعنوان الشعار والسرد، خلينا نحكي بشكل عام عن هي الفعالية واليوم قد إيه مهم التعاون العربي. هن الاتحاد الكتاب العرب أسسوا شيء اسمه اتحاد للدول المشرقية، وهذا بصراحة جانب كتير إيجابي وكتير مهم نرفع من سوية هذا التعاون، وبيكون في تعاون ثقافي أول شيء اللي بيساوي الاندماج المهم والمطلوب بين الكتاب وبين المؤلفين وحتى الناشرين لهم كمان دور بهذا الاتحاد بطريقة أو بأخرى، لكن الأهم هو دعم الثقافة السورية. ومثل ما قال الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا اليوم أهمية هذا الحوار الثقافي العربي اللي هو بيعزز دور المقاومة وبيرفع أيضا من سوية الكتابة وبيرفع أيضا من سوية الشعر وبيأسس له ثقافة عربية جديدة تحاول أن تواكب العصرنة الآن الموجودة. وأنا بتمنى أنه نحن هذا الاتحاد أو هذا التجمع يؤسس لشيء جديد واللي هو اسمه خليني أسمي لك إياها ثقافة شبابية. نحن اليوم حقيقة كتير بحاجة بواقعنا العربي، لأنه نحن نتعاون مع الضمير الشبابي، نتعاون مع ما يرغب هؤلاء الشباب من أفكار جديدة متداولة ومتطورة تتناسب مع القيم، خليني أقول القيم التقنية اللي جابتها هذه الأدوات الجديدة اللي حسستنا بأنه اليوم في عنا قيم أخلاقية، خليني أقول مو جديدة، لا قيم أخلاقية تعززها حضارتنا الثقافية، لكن من منظور شو؟ من منظور هذه الأدوات الجديدة. هذا اليوم نحن كتير بحاجة له، يلي خلينا نسميه رؤية شبابية للثقافة العربية الجديدة. تمام. طيب خلال شهر رمضان المبارك كيف كانت حركة النشر، نشاط الناشرين السوريين؟ نعرف شو هي أهم الإصدارات الخاصة بالشهر الكريم. هلأ شهر رمضان هو شهر نحن دائما منقول هو منعطيه العبارة الأهم لإله اللي هو شهر العبادة، لكن فينا نقول إنه هو شهر القراءة، فينا نقول هو شهر التواصل الاجتماعي، فينا نقول هو شهر الترفيه، فينا كمان نقول هو شهر الازدياد الخيرات، هو شهر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، له أطر جديدة وأفكار جديدة دائما نحاول أن نطورها. الناشرين السوريين مثلهم مثل كل الصناعات الثقافية اللي هنن عم يحاولوا أن يتواجدوا بهذا الشهر، هو شهر له قيم كبيرة لموضوع القراءة. طبعا حاولنا أن نعزز هذا التواجد للناشرين من خلال الإصدارات الجديدة. وأنا بدي أكد على فكرة كتير مهمة، اليوم شهر رمضان هو شهر قراءة القرآن الكريم كان، فلذلك كثير من الناشرين اتجهوا لتعزيز الإصدارات الجديدة إن كان من خلال الكتب أو طباعات القرآن الكريم. وبدي أكد إنه سوريا اليوم هي تعتبر الأولى عربيا من حيث إصدار مطبوعات القرآن الكريم. وأيضا هذا العام جانب آخر
من جانب التفاسير اللي صدرت. اليوم نحن بدنا نوجه الناس لكتاب التفسير الجامعي اللي كان له دور كتير مهم بتعزيز الانتماء إن كان العربي وإن كان الانتماء الوطني من خلال التفسير العصري الحديث يلي جابوا كتاب التفسير الجامع. وظهرت كمان تفاسير أخرى إن كان من خلال التفسير الجامع اللي أخذوا منه ونزل منه كتير تفاسير، أو تفاسير أيضا أخرى خلت الناس تتعلق بالقراءة بالقرآن الكريم. هذا كله عطى نمو ونمو جديد للقراءة. نحن كلياتنا نتمنى أن تعزز هذه القراءة، القراءة المفيدة للناس والمفيدة للمجتمع، واللي نحن فينا نبني فيها انتمائنا الحضاري وانتمائنا الوطني، ونلغي أيضا ما تضمنت بعض القراءات القديمة للتفاسير من خليني أقول مغلوطات كانت موجودة. التفسير الجامع أظهر الرؤية الحضارية والعصرية الجديدة. طيب أستاذ، خلينا نروح للتحضير لمعرض الكتاب. نعم. بمكتبة الأساد اليوم كيف عم تشتغلوا عليها؟ والله شوفي، معرض الكتاب بمكتبة الأساد أنا رأيي الشخصي أهميته أهمية وطنية، أهميته أهمية حضارية، أهميته تكمن في هذا النمو اللي عم يصير في البلد. هذا إعادة الإعمار تتطلب منا إعادة وعودة معرض الكتاب للواجهة. وهذه ليست أهمية فقط اتحاد الناشرين أو الناشرين، هذه أهمية مجتمعية. نحن عم نحاول أنه نحن نرجع، لأنه تتذكرين نحن السنة الماضية لم نتمكن من إقامة معرض الكتاب السوري. عم نحاول هلأ بالتعاون مع وزارتي الثقافة والإعلام بإظهار هذا المعرض بصورته الإيجابية الجديدة، لأنه في حاجة ماسة للمجتمع لإقامة معرض للكتاب. معرض الكتاب لا يعتبر فقط هو معرض لشراء كتاب، لا، هو كرنفال ثقافي وطني لكل الأطياف المجتمع بحاجة له. ونحن بالتعاون مع وزارة الثقافة الآن في دراسة جديدة لإعادته طبعا في مكتبة الأسد. نتمنى أن يكون معرض عربي، لكن ما في مشكلة إذا لم نتمكن من إقامته بمعرض عربي أن يأتي الناشر العربي، ممكن أن يأتي الكتاب العربي لأروقة المعرض بالتعاون مع الكتاب السوري لتقديم وجبة قرائية دسمة للمواطن السوري، لأنه بصراحة المواطن السوري بحاجة لهذه خليني أقول لك الرؤية، لازم يطلع على ما أنتجته المطابع السورية والمطابع العربية، وعلى ما أنتجته أيضا الأقلام العربية اليوم. ونحن مثل ما شفنا اليوم كاتبنا السوري له دور كتير كبير في تنمية وتعزيز الثقافة العربية. طيب أستاذ هيثم، خلينا نحكي عن أهمية مشاركة الناشرين اليوم بالمعارض الخارجية. نحكي مؤخرا كان في هيك مشاركات، خلينا نوضح. المشاركة السورية بالمعارض العربية لم تنقطع أبدا، حتى بالمعارض الدولية بأسوأ الظروف لم تنقطع، والآن عم نزيدها تعزيز وتعاون، وعم نحاول نظهر الكتاب السوري بواقعه الجديد وواقعه الجيد. اليوم مثلا في عنا مثلا الآن بعد يومين حينطلق معرض أربيل في العراق، مشاركة فيه ومشاركة جيدة للناشر السوري، وله أيضا حضور معقول من خلال الإصدارات الجديدة التي يظهرها الناشر السوري. عنا ب 29 5 عنا المعرض أبو ظبي، أيضا معرض أبو ظبي يعتبر من المعارض يلي العربية يلي لها كتير دور كبير بالمنطقة، وعم يحاولوا القائمين على معرض أبو ظبي أن ينقلوا الثقافة العربية للعالم، وأن
كمان يحضروا الثقافة العالمية إلى أبو ظبي. لذلك الاستفادة عم تكون استفادة مزدوجة، أول شيء عم يكون فيها تنشيط للكتاب العربي، وطبعاً لما نقول الكتاب العربي من بيناتهم الكتاب السوري، وأيضاً عم يزيدوا خبرات الناشر العربي، ونقول الناشر العربي كمان الناشر السوري. في مؤتمر للناشرين العرب على هامش هذا المعرض، طبعاً مشارك فيه الناشر السوري بفعالياته بشكل كثيف ومهم جداً جداً. حضورنا العربي مهم، لازلنا نحن من الدول خليني أقول دائماً بصدارة الدول العربية بالنسبة للنشر العربي، لازالت الإصدارات العربية دائماً تبحث عن الكتاب السوري، لازال الناشر السوري له دور الدور الأوائل من الناشرين العرب بإصدار كتب مهمة، كتب لها قيمة ولها بعد إن كان حضاري وإن كان ثقافي، تحمل مضمون جيد، المحتوى الجيد والمحتوى الإيجابي يلي بينشو الناشر السوري هو دائما حديث كل الناشرين العرب. وطبعا دائما عم نكون أيضا مشاركاتنا بالجوائز العربية ككتاب وكان ناشرين عرب، هذا كمان عم يعزز دورنا. وأيضا حضورنا بالفعاليات الثقافية إن كان حضور مشاركة أو حضور بالمنصة، عم تكون دائما لنا هذا الدور الكتير المهم والكتير كبير. بتصور تطوير صناعة النشر العربية عم تمر من خلال الناشر السوري يلي نحن منعتز، وأنا دائما بقول عنه الناشرين السوريين ناشرين الأبطال يلي هن دائما ظهروا هذا الكتاب السوري وظهروا الكاتب السوري. وأنا بدي أكد لك على فكرة دائما بأكد عليها، اليوم نحن عم نشوف شباب من الناشرين من الكتاب السوريين ومن الناشرين السوريين أيضا عم تتهافت على تطوير صناعة النشر السورية. وبدي أكد على فكرة أنه نحن اليوم الكتاب السوريين الشباب اللي هنن اليوم بتصور هنن مستقبلنا اللي نحن عم نشوف فيهم الخير العميم، اللي عم نشوف اليوم الكتابة الشبابية عم تتطور. عم نشوف مثلا اليوم بنت عمرها 20 سنة كاتبة رواية، عم نشوف شاب لم يصل للعشرين عمره 18 عم يجيب شعر أو عم يجيب شيء، هذا كلياته بيعزز من ثقافتنا السورية المتجددة والأصيلة واللي منأكد فيها ثقافة شبابية وحضارة شبابية جديدة إن شاء الله. نتشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم كل التوفيق والتطوير، ودائما تقدم لكم التسهيلات اللي بتساعدكم بهذا النجاح الجميل. شكرا لحضورك وصباحك حلو. صباحكم غير وصباحكم خير كمان. شكرا لكم. ومن التسهيلات هو هذا البرنامج اللي احنا دائما نتواصل فيه ونتواصل منه ان شاء الله. شكرا لكم وصباح الخير. اهلا وسهلا فيك استاذ، نورتنا، وكل التوفيق والنجاح لحضرتك. شكرا.